فقدان الاسنان. احنا قلنا ان المشكله دي ممكن تخلي الشخص الناس تقول عليه ان هو شخص كئيب، ما بيضحكش، ما بيفتحش بقه خالص، ما بيتكلمش كتير، علشان هو عنده مشكله. نقدر نقول ان دقه الفحص عامل اساسي في علاج مشكله فقد الاسنان؟ اه طبعا، احنا اهم حاجه عندنا ان احنا نوصل للتشخيص المظبوط. دقه الفحص بمعنى ان لازم يكون عندنا اشعه بتؤيد ان التشخيص بتاعنا ده مظبوط. مفيش حاجه اسمها ان حد يشخص بعينه بس، لازم التشخيص يكون بتولز، لازم يبقى متاكدين. يعني خبره الدكتور ده شيء مهم قوي طبعاً. لكن الخبره لازم تدعم باجهزه، لازم نبقى واثقين احنا بنعمل ايه. فعلشان احنا نوصل لابتسامه سعيدة، وإزاي إن إحنا أصلا نبتسم وما نبقاش متضايقين، ما نبقاش دايما مكسوفين نقابل الناس، مكسوفين نعمل انترفيوهات. ده في ناس ممكن تقعد في البيت ما تشتغلش عشان مش قادرة تواجه إنها تعمل انترفيو في مكان فعلا. فده موضوع مش قليل. يعني مثلا حالة زي كده، دي مسكينة، دي بنت صغيرة في السن، سنانها كلها ملخلخة ومش موجودة، تقريبا معظمها مش موجود، بتعاني من مشاكل فعلا فعلا نفسية اكتر منها طبعاً. جسمانيه، لان او اكتر منها في بقها، لان هي بقى لها كده فتره طويله. تخيلي ان دي مش قادره تواجه الحياه، تخيلي ان قد ايه هي الحياه وقفت علشان خاطر طبعاً. السنان المفقوده والباقيين ملخلخين. وحضرتك بتقولي ان هي سنها صغير قوي، سنها صغير، عشرينات يعني، مش كبيره يعني خالص، في عز الشباب زي ما بيقولوا. في يعني مشكله تانية كمان ما حدش ممكن يتصورها غير صاحب المشكله، انها من كتر ما سنانها ملخلخه هي مش قادره تاكل عليها. يعني شخص عايش على الزبادي وعلى السوفت فود لمجرد ان هي من السنان ملخلخه مش قادره تمضغ عليها الاكل، فدي مشكله كبيره طبعاً. وحلها مش صعب.